يقال أنه أموس هوكشتاين والولايات المتحدة الأمريكية أسكتت لبنان بموضوع ترسيم الحدود البحرية جنوبا، بموضوع استجرار الغاز من مصر وموضوع الكهرباء من الأردن. اليوم سمعنا، نشرت على تويتر رسالة من سيناتور جمهوري، وأيضا يعني بس كرمال كون الدقة بهذه الرسالة، كان هناك معارضة لهذه المساعدة التي يقوم بها بايدن، الرئيس الأمريكي جو بايدن للبنان، وطلبوه بعدم يعني الاستمرار أو وقف هذه المساعدة بموضوع استجرار الغاز من مصر. فيك تحكي لنا شوي عن هاي الرسالة وشو ماذا يترتب عنا؟ أول شيء إنه ترسيم الحدود تبعنا، لا نستخرج غاز ولا نطور الغاز، هذا عم نحكي مشروع 10 سنين، ها إذا بلشنا بال 2023 مشروع طويل. إذا بلشنا بال 2023؟ إيه، قبل 10 سنين ما فيك طلعي غاز، لانه هيك بياخذ المشروع طويل تتلاقي وتتفكر تطوري وتتعملي وتتشيلي، انه بين 7 و10 سنين حسب شو الدوله عم بتقول، مش يقولوا لي بومي كل ما اكتب الواقع بصيروا انه كانه انا المسؤوله، يعني انا عم حلل الموجود. سو عندك 10 سنين، فمش انه بكره بده يطلع الغاز كان ولا وقالوا لنا خلص بلغ الغاز تبعكم ونجيب لكم المصري. هاي واحد الموضوع اليوم هو انه مصر بدها ضمانات وتأكيدات انه هي مش حتتعرض لعقوبات بسبب انه استجرار الغاز عبر الاراضي السوريه. هيدي واضحه قالوها هن. النهار اللي مصر تطلع بتقول انا وصل لي ضمانات مرتاحه لهالضمانات، حتى الساعه لم تحصل مصر على ضمانات من اللي عم تحصل عليه، على ما يبدو انه اذا كلام. عم تحصل عليه كلام ما بكفي. وزير الطاقه المصري يعني من يومين يمكن او قبل يوم كان عنده تصريح انه التقنيين يقومون باصلاح الخط العربي، خط الغاز العربي بالشمال، لانه في اضرار بطرابلس، ولكن بانتظار انه ليتم هذا الاتفاق يتم على الورق. فقال لك شو، مش نحن كنا مبلشين بالمصري، بعدين فرد مره الحماس على الاردني وصرنا يلا مش مصدقين، والحماس دابب اطنابه، صرنا حاطين المصري على جنب. ليه؟ لانه خلص تعرقلت مصر، مش حتحط حالها بخطر كرمال لبنان، لانه علاقات مصر مع امريكا منا علاقات الاردن امريكا، علاقات استراتيجيه عميقه غميقه. امريكا ما بتحط عقوبات على الملك عبد الله، علاقات امريكا مع مصر غير، وبالتالي مصر بدها تضمن، لانه مصر اليوم ماشي حالها بقطاع النفط والغاز تبعها، عم بتصارع باقتصادها والاي ام اف واتسترا، بس عم تقدر تجذب شركات نفط، عم تقدر تقلي بالمنطقه، عم بيصير لها دور، هلا عم بتبيع لاوروبا حتى، وهذا المشروع بعد رح يمتد اكثر ويصير اقوى، منا مستعده كرمال لبنان ولا سوريا تقوم تتعاقب. المشكله وين عم بتصير؟ المشكله انه الامريكيين الجمهوريين في حمله كثير كبيره من الجمهوريين على الرئيس بايدن، ان كان بالملفات الداخليه وملفات الخارجيه، واقوى واضرب من هيك لانه مبلشين هلا بالحملات للانتخابات التمهيديه، صاروا بيزيدوا بعد اكثر، سو الجمهوريين واقفين عم بيقولوا مش للبنان، مش مشكلتهم مع لبنان، عم بيقولوا مشكلتهم مع سوريا، عم بيقولوا انت نحن قاعدين نحط عقوبات تنردع انظمه وكذا، ما عم دافع عن شيء خصو بالعقوبات، عم بقول هن شو عم بيقولوا، انت بمجرد ما تصير تقول لهم ايه ما عليه اذا اعطيتوهم غاز للسوريين انه هذا بيعتبر انه مش سيزر اكت، لانه مش عم تعطوهم مصاري، هاي مدري مين عم بيعتبروا انه عم تفقد العقوبات من قيمتها، وهيدي بتاثر لبعدين غير بلدان، حيث اذا حطيت عقوبه على اكس ايجريك بيقول لك ما شوف شو صار بسوريا، عملوا استثناءات والى ما هنالك. سو هن لانه الجمهوريين مشوا على سياسه العقوبات يعني من ايام بايدن ومن ايام ترامب واتسترا، سو هيدا الصراع اللي عم بيصير، بالصراع الامريكي الجمهوري الديمقراطي تفضلي لوين نحن علقانين؟ علقانين بكهربتنا، تتشوف الفشل الزريع تبعنا نحن، لانه صرنا رافضين، صرنا كان 10 15 سنه نعمل اصلاحات بقطاع الكهرباء، صرنا هلا الجمهوري مع الديمقراطي علقان بامريكا،
تعلق قصة انه نجيب 4 ساعات كهرباء. هل بيتأثر؟ كمان ما بينسى المواطن انه كله هذا كرمال 4 ساعات كهرباء. شوف الإذلال بقى. طب هل سيتأثر برأيك بايدن بهيدي الرسالة من الجمهوريين؟ بايدن بيتأثر بالانتخابات، ما بيتأثر برسالة أو بدمعة أو بيشوف يعني مثلا نحن هون مكركبة عيشتنا، منقوم الصبح ما في كهرباء، العالم ما عم تعرف تتدفى، كله هذا ما بيأثر معه. اللي بيأثر معه نقاط وتسجيل الارقام اذا بده يربح انتخابات او ما بده يربح انتخابات. يعني ممكن تتراجع الولايات المتحده عن هيك دعم للبنان بموضوع او حتى موضوع انه استثنائيا لن يتعرض لبنان لقانون قيصر الى ما بعد الانتخابات التمهيديه، يعني ما بعد نوفمبر. هلا هلا ما تنسي كمان انت عندك هذا الشق الثاني كمان خاصه بالاصلاحات، لانه لحديت هلا البنك الدولي عم بيقول انا مستعد مول اذا عملتوا الاصلاحات، والوزير من هالاصلاحات مش شايف غير رفع التعريفه الحمد لله، بتعرفي المواطن يدفع. يعني حتى تمويل هذه العمليه غير مشروطة. غير 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 متوفر حتى الساعه. نعم يعني نعم. عم يضحكوا على العالم، عم اقول لك عم بيبيعونا وهم، قال انه قانا ومانا ومدري مين. استجرار الغاز من مصر معلق أول شيء بمصر تقلنا، يعني وقت تسمعي مصر بالقاهرة قالت نحنا يلا رح يبلش الغاز يوصل على لبنان بيكون يعني صار جد. هون إذا الورد بانك قال إنه أنا ماشي حالي بالوعود اللي عطتني إياها الحكومة وقتها بيمشي، وإلا مش حيجي هذا الغاز تبع ال4 ساعات. يعني والأردني كمان معلق بالاصلاحات، يعني الاردني على قلبه مثل العسل يبعث لنا كهرباء ومش فرقانه معه هالقد العقوبات، ولكن اذا البنك الدولي قال له مش حاعطيك هالمصريات هال200 مليون كقرض الا اذا بده ياخذهم من هالموازنه، هيك هيك انه حاطط للموازنه الكهرباء حاطط لها 5 تريليون لبناني بالموازنه، انه بيسحبوا منها بدل ما يعتبروا هيدا بدل الفيول، بيعتبروا الكهرباء هو الفيول وبياخذوا ال200 مليون من الموازنه اذا قطعت الموازنه، والا ما في. يعني هاو حتى هال6 ساعات اللي برمنا الكون كرمالهم مش يعني مش رح يجوا طالما